فعاليات عملناها خاصة بالمعرض. عملنا UMT.PS في كثير من الخدمات الإلكترونية الحلوة، وعملنا شيء اسمه Virtual Tour، الواقع الافتراضي، لأول مرة بفلسطين. عملناه في المباني تاعتنا، إذا هون وراي بتشوفوا ناس حاملين النظارات وبلفوا. الإقبال كان جيد، إحنا الحمد لله سياراتنا بتغطي كافة طبقات المجتمع، فبتلاقي من السيارة الصغيرة الاقتصادية الموفرة للسيارة الكبيرة الفارهة. فاجأت بالمستوى الموجود بالنسبة للترتيب، بالنسبة للنوعية كمان، لكل شيء، يعني بنوعيات كثيرة طبعاً بشتركة، بين دراجات بين سيارات، وما شاء الله يعني كأول مرة باجي لا رام الله لا فلسطين بالمستوى هذا، كثير كثير ممتاز. احنا بنقدم دراجات جديدة، اشي جديد نزل على البلد، اشي ممتاز. احنا بنقدم الدراجات النارية بفئة 250، عندنا دراجات صغيرة كمان 125، هذا يعني بتعتبر نقلة نوعية، يعني بتقدر تقول انها شيء جديد على البلد. هو كمعرض للسيارات هو معرض جميل جدا، وكان في عليه اقبال نوعا ما امبارح منيح ممتاز. بتوقع انه عمره ما صار معرض بهالشكل هذا بهالطريقة هاي، معظم السيارات موجودين، الكل بيجي بيتفرج بدور على احتياجاته من السيارات. انت في المعرض دائما انت بتستنى الناس تيجي لعندك، بس انت هنا انت بين الناس بتيجي تتفرج على المنتجات جميعها ومن ضمنها منتجك.